مشاهدينا، تمكنت فرق الإنقاذ من سحب عدد من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و16 عاما والعالقين مع مدربهم داخل كهف يقع شمالي تايلاند منذ أكثر من أسبوعين. إذن العملية التي بدأت صباح اليوم تمكنت من إنقاذ 6 من أصل 12 فتى ومدربهم من داخل ما عرف بكهف الموت في إقليم تشيانغ بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار. وعمل 18 غواصا أجنبيا وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية على إنقاذ الفتية الذين لا يجيدون السباحة عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه. وفي حين تمكنت فرق الإنقاذ من سحب كمية كبيرة من المياه وذلك لتقليل مسافة الغوص خلال الخروج، إلا أنهم يحاربون الوقت قبل هطول الأمطار الموسمية المتوقعة وقبل ارتفاع منسوب المياه مجددا. أما عن عملية الإنقاذ فتم سحب كل صبي بمرافقة غواصين، وتم تجهيز كل طفل باسطوانة أكسجين يسحبه أحد الغواصين، فيما يتقدم غواص آخر لاستكشاف في الطريق البالغ طوله 4 كيلومترات عبر حبل الاسترشاد. كما نقل أو تم نقل الأولاد الذين تم إنقاذهم إلى المستشفيات، لكن علقت العملية بشكل مؤقت لتستكمل مهامها بعد 10 ساعات على الأقل، في حين أكد مسؤولون أن عملية الإنقاذ قد تستغرق 2 إلى 3 أيام. أيضا مشاهدينا، تقوم الفرق المختصة باختبار خطة إنقاذ بديلة تستلزم استخدام أنبوب بلاستيكي وذلك لاستخراج الأطفال المتبقين في حال فشل الغطاسون في الوصول إليهم. مشاهدينا